لتتغير الامور. هنا لما درنا مظاهر طنطا اعتقلونا، اعتقلونا مخزنية. اها. وجانا واحد القائد نعرف اسمه زين، قالوا عكوري، انا عارف من اسم بلاصه من المغرب. وقال لنا باباكم ديروا لنا الفوضى هنا، وعطانا الهراوة تاع الصح مخزنية والغنب والماء البارد. كليس والعصا. العصا تاع الصح. وانتم مازال دراري صغار. مجموعة من الطلبة عندهم تطلعات برجوازية ونظريات يسارية. وبعد لما كمل معنا قالنا السلام عليكم، اللي يبغى يحرس الصحراء يحرس الصحراء، مشينا إلى الجنوب. هنا المغرب ما ديروش الفوضى هنا يرحم والديكم. بعدين جمعنا الولي وقال أنا نظن على أن لن تكون هناك مساعدة من طرف المغرب، خاصة نمشوا ونروحوا لموريتانيا لأن هي أقرب لنا من حكم التعادات والتقاليد، ونديروا الانطلاقة من تم. اسمح لي.